السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. كيف تتشوفوا معايا اليوم؟ جيت نشارك معكم الحريرة المغربية، يعني بالطريقة المغربية، ولكن كاينين إضافات وكاينين شي مسائل أنا اللي تنقصهم في الحريرة، تتعطي واحد النتيجة رائعة، تجي الحريرة بنينة وصحية وما تضرناش في المعدة ديالنا، لان غالبا تيشرب بنادم الحريره تيقول لك حمضات لي، هذه ما تتحمضش ابدا وتتجي لذيذه. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه اللي تندير انا ديال الحريره الحمراء بالحمص، لان حتى الحريره تتختلف التسميه من مدينه لمدينه. نبقاو دابا مع الطريقه والمقادير. بسم الله على بركه الله. واليوم جيت نشارك معكم واحد الفيديو اللي بزاف ديال الضيوف ديالي تيطلبوني على هذا الفيديو بالضبط، يعني باش يبقى عندهم، لان اللي جا شرب عندي انا الحريره تيشرب الزلافه الاولى والثانيه ويطلب حتى الثالثه وتيطلب لي الطريقه ديالي. مهم الحريره المغربيه قوحها على حقها وطريقها بالطريقه ديالي، لان تتختلف الطرق والنتيجه راه وحده، حريره ولكن غير البنه، كل واحد وسبحان الله العظيم السر ديال البنه ديالو. بالنسبه للحريره انا اش تندير فيها، عندي هنايا بصله كبيره اللي دوزتها انا في الهشوار باش ما تضرنيش في عينيا. انا موالفه تندير البصله والقزبر والمعدنوس مره، دابا باش نبين لكم المراحل. درت البصله بوحديها. هنا عندي تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال الكرافس. هنايا عندي تقطعات ديال اللحم، انا عندي كونجولي، تناخذ اللحم تنقطعو طريفات صغارين وتنشرملو، تندير شويه الملحه شويه الابزار شويه السكنجبير وشويه الربيع، وتنخلطهم تنرقدهم في واحد البواطه ونخليهم واحد يعني واحد نص نهار، وتنسرحهم في واحد بلاطو وندخلهم الكونجيلاتور يجمدو. من تيجمدو تنخليهم هكايا، يعني من تنجبدهم تيكونوا متبلين بنانين. هنا عندي تقريبا واحد 3 ديال المعالق ولا 4 ديال القزبر والمعدنوس، يعني غير معلقه ديال القزبر والبقيه ديال المعدنوس، لان القزبر نزيدو في مرحله اخرى. هنا عندي زلافه ديال الحمص اللي مرطب، وحتى الحمص انا تنجيب كميه كبيره تنقيها وتنقعها ليله كامله، بحال باش نديرها في العشيه ونخليها حتى لغدا في الصباح، تنحيدها من داك الماء ديالها وتنغسلها وتنديرها في الكونجيلاتور وتنخليها يعني فوق ما تشهيت الحريره، ما تنحتاجش عاد نوض ونرطب وبعد ما تتشهي في شي وقت اللي ما تلقاي لا حمص مرطب تيتباع ولا حتى شي حاجه. دابا ندوزو للطريقه، وفي نفس الوقت نعطيكم التوابل اللي تندير. هنا غادي ناخذ الكوكوت ديالنا، هنا خدينا الكوكوت غادي نديرو فيها هذيك البصله، نزيدو عليها الحمص، نزيدو عليها التقطعات ديالنا. انا حتى الا كان شي عضيم تا هو تنديرو تيعطي واحد البنه كرافس. المعدنوس هندوزو دابا للتوابل. بالنسبه للتوابل هنا غادي ندير نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال السكنجبير، واحد شويه ديال الزعفران، الملح الكافي. انا هادو هما التوابل فقط اللي تندير، ما تندير لا خرقوم حتى شي حاجه اخرى، هادو هما التوابل اللي تندير انا الحريره. دابا غادي نمرقوا الحريره ديالنا ونسدو عليها ونردو حتى يطيب لنا الحمص. بقاو معايا حتى نشوفوا المرحله الثانيه، لان راكم تتعرفوا الحريره تدوز ثلاثه ديال المراحل. هنا غادي نضيفوا الماء نقدر اللي تبلنا فيه الحمص. هنا بعد ما حلينا الكوكوط ولقينا الحمص ديالنا طاب،
طيب داكشي اللحمه ديالنا حتى هي طايبه. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. بالنسبه للمرحله الثانيه انا المهم تندير شي حاجات اللي مختلفه شي شويه على الناس. غادي ناخذ واحد زلافه ولا بول ولا هذا. هنا عندي معلقه ونص، ها معلقه اخرى، هما جوج ونص، ها نص، هما ثلاثه ديال المعالق. المهم بالنسبه للمطيشه على حساب شحال عندكم ديال الحريره. المهم انا هاد الكوكوط هادي تندير فيها ثلاثه. هنايا درنا ثلاثه ديال المعالق ديال المطيشه ديال الحك، نزيد عليها واحد الكاس ديال الماء. كنخلطها مزيان باش ما تبقاليش هكا. شكون اللي باقي عنده هاد الزلافه؟ هادي هاد الزلافه ديال ميمتي الحبيبه، تتعجبها تشرب فيها الحريره. غادي نزيدوها الكوكوط. انا ما تنديرش مطيشه ديال يعني مطيشه حبوب ابدا، تندير غير مطيشه ديال الحك. ما تضرش في المعده، ما تتنفخش المصران، حتى شي حاجه. ما تنديرش مطيشه في مره، وجربوها الحريره تتجي روعه. واللي كلاها عندي راه قلت لكم في الاول ديال الفيديو، اللي كلاها عندي تيطلب لي الطريقه وتيشرب جوج وثلاثه ديال الزلايف. هنا زدت زلافه اخرى ديال الماء، غادي نروي في مره وغادي نرد الكوكوط ديالي يعني حتى تغلي مزيان، وعاد غادي ندوزو للمرحلة الثالثة. هنا بعد ما غلات لنا الحريرة ديالنا مزيان، هانتوما تتشوفو هي شادة الغلية، ندور لكم من هاد الجهة، هي شادة الغلية مزيان. غادي نزيدو لها دابا طحين ونحرك. ونشوف القوام ديالها. هنا غادي نزيدو لها شويه ديال الماء. غادي نزيدو لها الماء فين طبنا الحريره. صافي دابا غادي نخليوها طيب، ومره مره غادي نحركوها. يعني واخا تبان لكم هكا شويش يعني خفيفه، ولكن ما حدا هي تطيب وهي تتعقد. هنا بعد ما طبنا الطحين ديالنا يعني ما بقاش ديك الكشكوشه من الفوق، بالنسبه للضو ما تعطيناش اللون الحقيقي ديال الحريره، هي الحريره تطيب وانا تنحيد لها الكشكوشه. دابا غادي نضيف لها الشعريه، والسر اللي باش تجيني الحريره خطيره شحال هذه كنا حتى الاخر تندقوا شويه ديال القزبر، تنقطعوه تنطحنوه ولا تندقوه في المهرز وتنزيدوه لها، تتعطينا تغير لنا اللون، ما تبقاش حمراء، تتعطينا واحد شويه ديال الخضوره. انا هذه هي الفكره اللي وليت ندير، تندير بطاقه فيها الكرافس والقزبر وترميها في الكوكوط ديالي على ما تطيب لي الشعريه وتنحيدها. هنا الحريره ديالنا هي طابت، قلبنا لقينا الشعريه طابت. غادي نحاولوا نحيدوا هذاك القزبر والكرافس اللي درنا. وها هي حريرتنا، غادي نطفيو عليها دابا ونخليوها تبرد شويه على ما نوجدو الطبيله ديالنا. وهذه الحريره ديالنا بعد ما طابت
هذا الشكل ديالها. دابا غادي نعمر الزليفه. تكون هذا هو العشيوة ديالنا، وهذه هي الحريرة ديالنا بعد ما طابت. هي رائعة، تجي لذيذة تتحمق، ما تضرش في المصران لان ما فيهاش مطيشة. مطيشة يعني عادية، حبوب او كورة، كل واحد كيف تاكلها. هنا قدمتها مع مسمنات لان ولادي انا ما ياكلوا ليش الحريرة الا لكان المسمن. إذا ما كانش المسمرة ما غاديش ياكلوا الحريرة. هنايا صبيعات معمرين بكاوكاو، راه حطيتهم في رمضان، ويكون هذا هو عشانا. نتمنى أنكم تجربوا هالطريقة ديالي وتعجبكم، وإلا عجبتكم ردوا عليا في التعاليق. راه تتجي روعة 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 روعة، بحكم أنا اللي داق الحريرة عندي، الحريرة ديالي يعني معروفة مميزة. وبصحة وراحة عشاكم. نتمنى انكم تكونوا تبعتوا معايا الفيديو من الاول الى الاخر، واستفدتم من الطريقه ديالي ديال الحريره. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اشتراك في القناه، تفعيل الجرس، اللايك، وتبارطاج مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. وهذا طلب يعني ماشي امر. وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.